بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس أيمن القراغلي في أساسيات الرياضيات باستخدام الماتلاب. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الرابط إلى زملائكم لتعمل فائدة. مثالنا الثاني في تعلم أساسيات الرياضيات هو كيفية حل المعادلات بصورة صحيحة. مثل ما اتفقنا في الدرس الأول نعمل كلين، بعد ذلك نبتدئ بالحل. نقطة مهمة أيضا أعلمكم عليها اللي هي الكومنت. الكومنت من أريد أكتبها طبعا بإمكاننا استعمالها من هذا المكان، هذا الكومنت نقدر نستعمله ونقدر نكتب أي تعليق نريده. لكن إذا أنا أريد هنا أكتب تعليق فما ممكن أن أختار هذا الشيء. ليش؟ لأنه حيكون عندي لكل المعادلة. طبعاً الإلغاء مالته بإمكانك الضغط، يعني تقف على المكان نفسه والضغط على الإكس حتكون ملغية، أو تقدر كنترول تي. فكيف أكتب كوماند بهذا المكان؟ راح أستعمل الكوماند من الكيبورد. من الكيبورد تقدر تكتب أي كوماند خاص بهذه الإكويجن. أيضا نفس الخطوات في المثال الأول، راح نعرف المتغيرات اللي عندنا، بعد ذلك نستعمل هذه الدالة اللي هي solve، حل المعادلة X. بعض الأحيان عندما تأخذ المثال copy paste من Word PDF إلى آخره، خاصة الكتب القديمة، إذا كتاب قديم تبدي تأخذ من عنده معلومة معينة كوبي بيست، راح تلقى بعض الأشياء، راح تلقى بعض الأخطاء. مثلاً تلقى هنا اليساوي، تلقى اليساوي مثلاً يساوي وحدة، أوكي؟ أو تلقى مثلاً علامة حمراء على الباور أو على عملية الضرب. على سبيل المثال لو كان المعادلة بهذه الصورة، خلينا نشوف تنحل أو لا. أعطانا تحذير. هنا طبعاً شنو أعطاك الحل للتحذير. إذا أنت مقوى باللغة الإنجليزية فبإمكانك تعمل كوبي بيست إلى المترجم تفهم هذا الكوماند. أوكي؟ راح يقول لك هذا الأوبريتر اللي هو علامة اليساوي ما ممكن أن نستعمله مثل هذه الصيغة هكذا، يعني هو مو متغير. هنا انت عندك معادله، فالمعادله يجب ان تكون تحتوي على دبل يساوي حتى نخلص. اذا تشوفون اكو علامه حمراء بدات تختفي، نبدا ننفذ. الان من نفذنا، الان عندما نفذنا احنا اعطينا الاكس، وطبعا هنا عندنا فقط متغير واحد هو فقط الاكس، فما داعي انه نكتب للواي. اوكي، عندنا فقط اكس، اذا نكتب فقط للاكس حتى تكون الكلام مالتنا والحل مالتنا عندما نقدمه للاستاذ يكون الحل صحيح. طبعا هنا المعادله بامكانك كتابه اي معادله انت ترغب بها، لكن تنتبه الى المتغيرات اللي عندك. مثل ما تشوفون واضح انه بهذه الطريقه ظهرت لنا النتيجه. طبعا هنا احنا ما معطين اكس، ما معطين قيمه للاكس، ما معطين قيمه للاكس. درسنا انتهى لهذا اليوم. اراكم في درس جديد ان شاء الله ومعلومه جديده ومفيده. في امان الله.